بكم مشاهدينا إلى برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم. أنا تهاني الجهني معكم على مدار ساعتين. تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد بعدة أحياء في مدينة نيالا، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل سيدة وجرح العشرات بعد سقوط عدد من القذائف بحي الجبل والجمهورية ومحيط سوق نيالا. وأفاد شهود عيان بانتشار واسع للجيش في محيط الفرقة 16 للمشاة، فيما لا تزال قوات الدعم السريع متمركزة شمال شرق المدينة. كما نفذ الطيران الحربي التابع للجيش غارات على جنوب وغرب مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان المتاخمة للعاصمة الخرطوم من الناحية الغربية، حيث استهدف تجمعات قوات الدعم السريع هناك. ونقل مراسل الحدث عن شهود في الأبيض أن الغارات الجوية تزامنت مع قصف مدفعي من قيادة الجيش باتجاه تجمعات الدعم السريع. كما أفاد بعض سكان المدينة بعودة التيار الكهربائي إلى مدينة الأبيض بعد انقطاع استمر لعشرة أيام، فضلا عن عودة الإمداد المائي للأحياء الشمالية. وتشهد مدينة الأبيض حصارا من قبل الدعم السريع منذ عدة أيام، حيث تتمركز في جنوب غرب وجنوب شرق المدينة. وفي آخر تطورات الوضع الصحي والإنساني، قالت نقابة الأطباء السودانيين إن جميع مستشفيات الجنينة خارج الخدمة في اليوم 59 للحرب، وأن المدينة الواقعة في غرب دارفور محاصرة والاتصالات منقطعة. النقابة وصفت الوضع في الجنينة بالكارثي وبأنه الأسوأ على الإطلاق، كما يتعذر حصر الضحايا في المدينة. وفي عموم البلاد، قالت النقابة إن عدد القتلى المدنيين ارتفع إلى 958 قتيلاً والمصابين إلى زهاء 5000. مراسلة الحدث أفادت بشن الجيش غارات على مواقع تتبع للدعم السريع بمدينة الأبيض بشمال كردفان صباح اليوم. قبل ذلك أيضا مشاهدينا، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ما يجري في إقليم دارفور السوداني بأنه أعمال عنف واسعة النطاق أدت لضحايا في جميع أنحاء الإقليم، لا سيما في الجنينة بغرب دارفور. وأعرب غوتيريش في بيان صحفي عن قلقه الشديد بشأن البعد العرقي المتزايد لأعمال العنف وتقارير العنف الجنسي، مجددا الدعوة للجيش السوداني والدعم السريع لوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية. ينضم إلينا الآن من الخرطوم الدكتور عطية عبد الله عطية، سكرتير نقابة الأطباء. أهلا بك معنا دكتور عطية. دكتور عطية، بداية نريد أن نعرف منك تطورات الأوضاع الصحية، عدد المستشفيات التي تعمل الإمدادات الطبية في العاصمة الخرطوم أولا. مرحبا بكم. في البدء خالص التعازي لجماهير الشعب السوداني ومن الصحة والعافية لكل الجرحى والمرضى، وبدء الحميد لكل المفقودين. للأسف الشديد الوضع الإنساني من سيء إلى أسوأ، والنظام الصحي يترنح. عدد المستشفيات في تناقص، وعدد الخدمات المقدمة من أي مستشفى هي في تناقص أيضا. هذا الصباح أصدرنا بيانا قرابة 1000 شهيد حتى الآن. هذا الرقم بسيط جدا ولا يعني لا يرقى لمستوى جرائم الحرب التي نراها وعدد الشهداء الذين نراهم في الميديا، ولكن نحن يعني إمكانياتنا في رصد هذه الأعداد يقتصر فقط على الذين يصلون إلى المستشفيات. الوصول إلى المستشفيات أصبح محفوفا بالمخاطر، وأيضا بعض من المستشفيات لا تعمل، ويعني أصبحت هي في حد ذاتها هي أهداف وقصفت بعضها مسبقا. لذلك يعني الوضع هذا، الوضع الإنساني والوضع الطبي، يعاني الأمرين، ويعني عرضة للتوقف في أي لحظة إن لم تقف هذه الحرب العبثية فورا. هنالك هذا في الخرطوم. في عدد من الولايات، الولايات دارفور الكبرى، يعني كنا نستبشر فقط بأن ولاية جنوب دارفور سادها هدوء نسبي، ولكن للأسف الشديد مع مساء الأمس أيضا استعرض فيها الاشتباكات بين طرفي الصراع. هذه الاشتباكات وهذه الاعتداءات من الطرفين تخلف عدد كبير جدا من الجرحى والشهداء،
وأيضا يعني تعمق المشكلة الطبية والإنسانية بصعوبة إيصال المساعدات وصعوبة إيصال الكوادر إلى هذه المستشفيات. نذكر أيضا أن يعني القطاع الطبي عانى الأمرين من الاستهداف، وحتى الآن استشهد أكثر من 21 طبيبا وطالب طب، 11 إسعاف تم استهدافه. كل هذه العوامل مجتمعة تؤثر على تقديم الخدمات الطبية والإنسانية. نعم. طيب بالنسبة لمن يحتاجون المساعدة في العاصمة الخرطوم وتقطعت بهم السبل للذهاب إلى أي مستشفى يعمل، هل هناك فرق طبية جوالة مثلا تحاول تقديم المساعدة الأولية على الأقل؟ للأسف الشديد لا، لا توجد أي فرقة. لا يوجد وقف لطاقة النار بصورة صحيحة منذ بداية هذه الحرب العباسية. لا توجد ممرات آمنة، ليس يعني حتى الكوادر الطبية التي تحركت عبر إسعاف تم استهدافها، ولكن على مستوى الأحياء هنالك لدينا غرف طوارئ. نعم. بالتعاون مع لجان المقاومة هي في تقديم الإسعافات الأولية، ولكن من يستطيعون أو من يحتاجون إلى العمليات الجراحية بالتأكيد هم يحتاجون إلى الوصول إلى المستشفيات حتى. نعم. طيب دكتور عطية، أرجو أن تبقى معنا. سننتقل الآن، معنا أيضا ينضم عبر الهاتف والي غرب دارفور خميس أبكر. أهلا بك معنا سيد خميس، لك أن تضعنا في صير التطورات العسكرية في دارفور، وإن تحدثنا عن الجنينة تحديدا حتى الآن. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، شكرا جزيلا للاستضافة. إحنا طبعا في جنينة ظللنا مقطوعين من الأخبار، لأنه نتيجة لعدم وجود الشبكات. لذلك ولاية غرب دارفور ولاية منكوبة، تذكرنا لأنه المعركة منذ يوم 23 الشهر الماضي، ولذلك حتى الآن أنا بتكلم معك هجوم مستمرة، وممكن أنت تسمع الصوت بتاع الذخائر والأسلحة الثقيلة. هذا في الجنينة. هذا في الجنينة صحيح؟ الجنينة. هذا ما يحدث الجنينة الآن. الآن ممكن أنت بتسمع معي صوت بتاع الذخائر ودانات في الولاية، وهذا الدانات كله والذخائر في رؤوس المواطنين. لذلك مواطنين اليوم يقتلوا بطريقة عشوائية جدا وبكميات كبيرة. لذلك اليوم احنا عندنا اعداد كبيره جدا من الجرحى ما لاقين علاج، لانه انا احنا شرحنا في مقابلتنا المره اللي فاتت احنا ما عندنا مستشفى ولا حتى شفاخانه موجود. حتى الاطباء الموجود ما في مستشفى من زمان، ما في مستشفى من زمان ولا الان اصبحت المستشفيات خارجه عن الخدمه؟ موجود مستشفيات كانت موجودة، ولكن تم تدميره تماما، مراكز صحية كلها تم تدميره تماما. لذلك اليوم ما في أي مؤسسة صحية تقدم خدمات للمواطنين. لذلك الآن كل المصابين يعني تجاوز 3000 وبما فوق، وكل يوم مصابين تزداد. ما في موقع من المواقع ممكن يتلقى أقل إسعافات الأولية، فقط الدكاترة يجتهدوا في مناطق محددة في الأحياء، ولكن في كثير من الجرحى محتاجين عمليات، فلا يستطيع أن يقيم عمليات. وفي نفس الوقت حتى دكاترة نفس المستهدفين، وإحنا نعرف قبل 3 أسابيع برضو تم استهداف أكثر من 5-6 طبيب. طيب. لذلك إحنا بنتكلم واقع مرير جدا، واقع إنساني ليس له مثيل. ونادينا مجتمع الإقليمي، نادينا مجتمع الدولي، نادينا منظمة. طيب سيد خميس، طيب اسمعني قبل أن ندخل لموضوع المجتمع الإقليمي والدولي، أريد أن أسألك الآن، الناس الذين يهجروا من منازلهم أين يذهبون من الجنينة؟ وين يروحوا؟ هناك ما في مكان يستطيع يمشوا، فقط هم في طرقات. إذا كان هجوم من الشمال يمشوا للجنوب، إذا كان هجوم من الجنوب يمشوا للشمال، إذا كان من الغرب يمشوا للشرق، هكذا. لكن في الشوارع ما في محل يمشوا. طيب أنا هطلب منك طلب الآن، إذا بدأ صوت الرصاص نسمع الرصاص معك، لك أن توقف الحديث وقت ما نسمع صوت الرصاص عشان على أساس أن احنا نسمع معك. ولكن سؤالي الآن، البعض يتحدث عن ما يجري في الجنينة تحديدا هو صراع قبلي ما بين قبيلة المساليت والقبائل العربية، لا دخل لقوات الدعم السريع فيما يجري، ما حقيقة هذا الكلام؟
هذا كلام غير صحيح طبعا، هذا كلام غير صحيح، لأن منذ بداية المشكلة بدأت بين القوات المسلحة والدعم السريع في موقع بتاع قوات مشتركة، من هناك انتقلت المعارك في مواقع يسكن فيه القبائل المساليب. لكن اليوم جنيف مصطبح كله ليس مساليب فقط، بل إنما معظم القبائل الموجودة في الولاية تم استهدافهم تماما من قبل القوات المتوازنة من الدعم السريع والميليشيات المتعاونة معهم. اليوم جنينة كلها اتدمرت بالأحياء المختلفة كلها. لذلك هذه مسألة مش بين العرب ومسألة، هذا كلام غير صحيح. طيب هذا الكلام متداول في وسائل الإعلام. طيب كان حكومة إقليم دارفور قالت بأنها لديها إجراءات أمنية لضبط الوضع، وفي قوات مشتركة من الإقليم خرجت وانتشرت فقط في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، صحيح هذا الكلام؟ وليه بس تنتشر في ولاية الفاشر؟ لماذا لا تذهب إلى الجنينة وتحاول أن تحمي المدنيين؟ والله نعصب جدا، أنا عندما نتكلم عن الإقليم دارفور كأنه جنينة إطار الإقليم دارفور، لأننا هنا تحدثنا كثيرا جدا مع الحكومة المركزية مجلس الإقليم بما في ذلك الحاكم الإقليم، هنا تكلمنا معه من شهر ولقد ما في أي استجابة لا حكومة الإقليم ولا حكومة المركز. طيب هذه القوات موجودة في الفاشر؟ نعم قوات موجودة في فاشر. طيب ما الذي يجري في الفاشر؟ طيب الفاشر هل في قتال في الفاشر؟ في فاشل كان في قتال بين الدعم السريع والقوات الشعب المسلح، ولكن الهجوم الكبير في حوتنا ما في قتال مباشر فاشل، لكن القتال كله انتقل في قرب دارفور وفي نفس الوقت استهداف للمدنيين. طيب الجيش السوداني له تواجد في الجنينة، له معسكرات في منطقة أردمتا، لحد الآن الجيش لم ينخرط في القتال، لم يحاول إيقاف قوات الدعم السريع وانتهاكاتها المدنية في الجنينة. أين تقع أردمتا؟ أين تقع هذه المنطقة؟ معسكرهم وين عن القتال اللي يصير؟ أنا نستغرب جدا من موقع الآن بتحدث فيه حدود 7 كيلو من الموقع الآن بتحدث فيه حدود 7 كيلو يوجد قيادة الفرقة 15 مشاة. بكل أسف يعني الفرقة لا يستطيع يخرج من مكانه، على الأقل يفرض حيبة الدولة في هذه الولاية، وتحدثنا كثيرا جدا في هذا الصدد، والمسألة استمرت أكثر من 57 يوم ما رأينا خروج قوات الشعب المسلحة من سكناتهم، على الأقل تدافع عن المواطنين. طيب المواطنين هل بعض منهم مسلح أم لم يتسلح؟ مواطنين مجبورين يصلح عشان على الأقل يدافع عن نفسه، يدافع عن أسرته، ولكن مقارنة بتصليح الدعم السريع بالميليشيات وكلها مختلف تماما عن التصليح بتاع المواطنين. طيب سيد خميس، لماذا قوات الدعم السريع اختارت الجنينة دون أي منطقة ثانية مثلا من ولاية دارفور؟ لماذا الجنينة تحديدا؟ بيفتكروا جنينة منطقة استراتيجية بالنسبة لهم هم، لأنه بكون عنده خلفية استراتيجية، لأنه جوارنا تشاد ومن من من ناحية الجنوبي أفريقيا الوسطى ومن ناحية شمال ليبيا، لذلك اختاروها هذه المنطقة، منطقة عندها خلفية استراتيجية، إذا استطاعوا أن سيطروا هذه الولاية بالتالي يستطيعوا أن يستمروا في القتال في المركز على نهاية. طيب طالما هي لديها حدود مشتركة مع تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى، هل هذه الحدود مؤمنة من جانب الجيش لمنع دخول أي أسلحة من هناك؟ خالص ما في تأمين من الجيش، ولكن من جانب التشادي تشاديين استطاعوا أن يعمل حدودهم، أسلحة لا تستطيع تدخل ولا تخرج، ولكن بقية الحدود مفتوحة، ليبيا مفتوحة، عندها برضو أفريقيا الوسطى مفتوحة. طيب القتال يشتد في النهار أم في الليل أيضا؟ الآن أنا بتحدث معك ذخيرة العالم شغال، أنت ممكن تسمع تدوير. طيب دينا أعطينا شوية، يعني خليك شوية صامت، كرر سؤالك. سؤالي الصراع يشتد، يعني عملية القتال تشتد في النهار أم في الليل؟ ما الذي يجري في الليل؟ يعني إذا كانت الكهرباء مقطوعة، الإنترنت مقطوع، في الليل يحصل، هم هيكونوا بعيدين جدا، ولكن يحصل تدوين
بالمضافة 82-120 من مصافات بعيدة في تواجد أو تمركز فيه المواطنين بالكثافة، وده أثر في المواطنين تأثير كبير جدا. طيب ما هي الكلمة التي توجهها للمجتمع الدولي والإقليمي وهو يستمع إليك الآن؟ مجتمع الدول رسالتي هذه ولاية عانت كثيرا جدا، ولازال يعاني، وهذا الشعب تم قتله بالدم البارد بكميات كبيرة جدا بالآلاف، حصل فيه إبادة جماعية في هذه المنطقة. لذلك إحنا محتاجين تدخل مجتمع الدول تدخل أعلى لحماية ما تبقى من الأرواح في هذه المنطقة. أولا هؤلاء الناس لا ما في محل يناموا، ما في محل يتزود فيه على الأقل مياه، ما في أكل، وأنت لا ممكن تسمع حصل تدوين ده جنبها طوالي. لذلك إحنا برضو نستغرب جدا بتاع المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، فيجب أن يتحرك لحماية المدنيين ما تبقى من الأرواح الموجودة في هذه الولاية. نعم، شكراً جزيلاً لك، كنت معنا عبر الهاتف. ولغرب دارفور خميس أبكر، شكراً لك. إذن مشاهدينا، الوضع في مدينة الجنينة كما سمعنا قبل قليل، عاصمة ولاية غرب دارفور، ووصفته نقابة أطباء السودان بالكارثي والأسوأ. تقول نقابة الأطباء إن المدينة تشهد منذ 23 إبريل الماضي هجمات متتالية تتهم فيها الدعم السريع وقبائل موالية لها بشنها. وأكدت النقابة بأن المدينة محاصرة وسط تأكيدات أخرى وتقارير محلية وأممية عن تفاقم الأوضاع فيها خاصة الإنسانية، فيما تباينت أيضا تقارير أخرى حول هوية الصراع، حيث نسبت هذه الاشتباكات بداية لمواجهات بين الجيش والدعم السريع. إلا أن تقارير تشير إلى أن الأحداث التي تشهدها المدينة حاليا استأثر فيها الطابع القبلي بين قبيلة المساليت والقبائل العربية، وهو صراع قديم. وتتهم قبيلة المساليت قوات الدعم السريع بمساندة القبائل العربية في تأجيج القتال، فيما شهدت المدينة خلال السنوات الأربع الماضية أعمال عنف تسببت أيضا في سقوط الآلاف من القتلى ونزوح الآلاف. وهربا من تفاقم الأوضاع الحالية، ارتفع عدد اللاجئين إلى تشاد المجاورة ليصل وفق تقارير دولية أولية إلى 90,000 لاجئ، فيما أدى مغادرة الوكالات الأممية للإقليم إلى شبه انعدام للخدمات الأساسية خاصة الخدمات الصحية. بالعودة إلى الخرطوم، معي أيضا من جديد الدكتور عطية عبد الله عطية، سكرتير نقابة الأطباء. دكتور عطية، يعني أنت سمعت معنا ما قاله السيد خميس، ما الذي يمكن أن يقدم للجنينة في هذه الحالة؟ والله مؤسف جدا ما ذكره السيد خميس أبكر والي ولاية غرب دارفور. الوضع مأساوي وسيء جدا، وهو يعني ما ظلنا نردده أن الولاية أو مدينة الجنينة تحديدا هي أصبحت أسوأ بقعة في العالم. هذا الذي يحدث يمكن تلافيه فقط بوقف صادق لإطلاق النار، ومن قبل ذلك إيقاف هذه الحرب العبثية فورا ومن دون شروط. ولكن وبما أن طرفي الصراع لم يستمعوا لهذا النداء منذ 15 أبريل المنصرم، الآن نحن فقط نطالب وننادي فقط بفتح ممرات آمنة. يعني للأسف الشديد هذه مهاجمة الأطباء ومهاجمة الكوادر الطبية إنما سوف يفاقم الأزمة وسوف يشكل عقبات أساسية. نحن الآن نتساءل ثم ماذا بعد إيقاف هذه الحرب وأيضا فتح الممرات الآمنة؟ عدد من المستشفيات هدمت تماما وقصفت، وأيضا يعني عدد من الأطباء واجهوا جحيم هذه الحرب. لذلك المخرج الأوحد الآن فتح هذه الممرات الآمن حتى تتمكن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم خدماتها لهذا الشعب المفضل الذي يستحق أفضل من هذا الذي يحدث الآن من طرفي الصراع في هذه الحرب العبثية. لذلك يعني نحن نتخوف أيضا ليس فقط من الجانب الإنساني وهو في نقص المعينات الطبية والكوادر وتشغيل المستشفيات، نحن نتخوف أيضا من مجاعة قادمة، لأنه الآن يعني خطوط الإمداد كلها يعني يمكن متقطعة، يعني
لا يمكن إرسال حتى معينات طبية، دعك من غذاءات إلى مدينة الجنينة وغيرها من المدن. كما ذكر يعني حتى اقترحنا على عدد من المنظمات أن تدخل أو تقدم خدماتها عن طريق دولة تشاد، ولكن ما قاله الآن في قفل هذه الحدود يمكن هذا مؤشر آخر ومؤشر خطير سوف يؤزم المشكلة أكثر وأكثر. الحل هو بسيط، نعم. صدقت نوايا طرفي الصراع في إيقاف هذه الحرب العبثية، ثم بعد ذلك سوف بالتأكيد لن يتوانى الشعب السوداني في مساعدة أهلنا في الجنينة وتقديم ما يمكن تقديمه بالسرعة المطلوبة. نعم. شكرا جزيلا من الخرطوم الدكتور عطية عبد الله عطية سكرتير نقابة الأطباء، شكرا لك.